السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنعمل كبسولة من كبسولتنا في الكيمياء. هنمسك الباب الرابع كله إن شاء الله حالا. أول حاجة عشان الوقت ما يدهمناش، أول حاجة هنتكلم عن التغير في المحتوى الحراري وقبليها الحرارة النوعية. والحرارة النوعية رمزها سي، الناس اللي ما بدأتش كيمياء خالص. الحرارة النوعية بنجيبها من القانون الأصلي كيو بي بيساوي ام سي دلتا تي. طب أنا جبتها ازاي دلوقتي يا مستر؟ أنا عندي السي هي دي الحرارة النوعية. طيب أما أحب أجيب السي لوحديها أقول كيو بي على ام دلتا تي، يبقى دي الحرارة النوعية. هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من المادة درجة واحدة مئوية. ده تعريف الحرارة النوعية. وحدة قياسها مستر بالمرة، وحدة قياسها جول على جرام مضروب في درجة مئوي. يبقى ده وحدة قياس مين؟ الحرارة النوعية. الحرارة النوعية بتاعت المية 4.18 مئة، تتحفظ زي اسمنا. طيب ايه الفرق يا مستر ما بين السعر والجول وايه العلاقة بينهم؟ السعر بيساوي 4.18 مئة جول، يبقى السعر بيساوي 4.18 مئة جول، يعني الجول بيساوي 1/4.18 من السعر. مهم الكلام ده جدا طبعا. طيب انا عندي التغير في المحتوى الحراري. التغير في المحتوى الحراري عشان افهمه كويس، التغير في المحتوى الحراري اللي هو بنسميه دلتا اتش، عندي اتش برودكت ناقص اتش رياكتنت. دلتا اتش، دلتا اتش بيساوي اتش برودكت، مكتوب عندنا كده. برودكت يعني ايه؟ نواتج ناقص اتش رياكتنت. رياكتنت يعني متفاعلات، متفاعلات. طيب ده انا استفيد من ده بحاجه. انا عندي اساسا الدلتا اتش ايضا بتساوي سالب كيو بي على ان. ان دي عدد المولات اللي خدناها في الترم الاول، عدد المولات. طب عدد المولات اساسا بيساوي ايه؟ كتله جراميه، كتله جراميه بتديها في المساله، على كتله موليه، على كتله مولي. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. طيب في حاجه تاني، حاجه اسمها طاقه الرابطه. طاقه الرابطه بتديني مساله يقول لي احسب التغير في المحتوى الحراري بمعلومية طاقة الرابط. وطاقة الرابطة بتديني حاجات معينة كده، يعني ثاني اكسيد الكربون مثلا، يقول لي الطاقة الرابطة، طاقة، شوفوا كده، ثاني اكسيد الكربون طاقة الرابطة بتاعته مثلا 3.93 مثلا. طيب دي اعملها ازاي؟ دي ذرة كربون وافردها هنا كده وكده، ركزوا كده، هيديني السي او، خلاص مش هيديني رقم كده زي ما انا كاتبه، خلاص، ويديني الرابط عندي ما بين السي او والسي او. وهنعمل حلقه ان شاء الله للمسائل عشان برضو الناس تفهم احنا بنعمل مع بعض، خاصه اللي ما ذاكرش من زمان او اللي ما فتحش كتاب او اللي لسه ما فتحش كيمياء. عندي دلتا اتش معلوميه طاقه الرابطه بنقول المجموع الجبري. كلمه المجموع الجبري يعني موجب في النص، وهنا قوس كبير وهنا قوس كبير. اشمعنى المجموع الجبري للطاقه الممتصه وبتبقى اشارتها موجبه زي ما انتم عارفين، عشان تكسر الروابط محتاج طاقه، ولذلك سميت طاقه ممتصه والاشاره بتاعتها موجبه. طاقه منطلقه، طاقه منطلقه واشارتها سالبه. مهم جدا الكلام ده يا جماعه. بعد كده نبدا التغيرات الحراريه مصاحبه، عندنا عنوان كده معروف، التغيرات الحرارية المصاحبة، المصاحبة للتغيرات في نوعين، تغيرات كيميائية رقم واحد، تغيرات الفيزيائية، الفيزيائية، وفي عندي رقم اتنين التغيرات الكيميائية. يعني يا مستر في عنوان كده عندي في الدروس في الكيمياء، التغير الحراري، التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية، في عندي حاجتين، حرارة الذوبان وحرارة، حرارة الذوبان وحرارة التخفيف، وحرارة التخفيف. ركزوا معايا، الكيميائية، التغيرات المصاحبة للكيميائية، عندي حرارة الاحتراق وحرارة التكوين. الكلام ده مهم جدا. نبدأ حرارة الذوبان
في ذوبان طارد وفي ذوبان مص، ونفس المخططين بتاع تفاعلات الطارده وتفاعلات المص. يعني كاني اتكلم على الطارده والمصه، بصوا كده بيبدا من فوق وبينزل تحت كده، هنا من تحت وبيبدا يطلع فوق، يبقى ده الذوبان، حاره الذوبان في طارد للحراره نفس شكل التفاعلات الطارده، وان هو مص للحراره، مص للحراره بيبقى شرطه موجبه، والمنحنيين كده بالظبط. بس اللي احنا عايزين نتكلم فيه حاره الذوبان القياسيه، كلمه قياسيه يعني واحد مول، يعني عايزين واحد مول، يعني بنقول دلتا اتش قياسيه كده وسوليوشن تحت سوليوشن. ايه حكايه حاره الذوبان القياسيه وايه حكايه السوليوشن؟ انا عندي في ثلاث حاجات هنا، يا اما ملح اللي بنسميه مذاب خلاص، مذيب اللي هو الميه مذيب خلاص، وبعد كده بتديني المحلول اللي بنتكلم عليه ارتباط الملح مع مين؟ مع الميه. طبعا الملح بتبقى جزيئاته متلاصقه مع بعضها خلاص، وبتجي لي كده في الامتحان خلاص. الميه بتبقى متوسطه، طيب لو عملنا الميه بهذا الشكل خلاص، وارتباطها احنا بنقول هنا هوت الملح، بنبعد او بنفكك او بنكسر الروابط المتماسكه مع بعضها، ولذلك ب دلتا اتش بتاعتها، دلتا اتش بتبقى موجب، لان بتبقى طاقه ممتصه خلاص، لان كسر الجزيئات وابعاد الجزيئات عن بعضها. هنا المذيب نفس الكلام، فصل الجزيئات عن بعضها، دلتا اتش 2 بتبقى موجبه مصه، يعني دي موجب هنا، هنجمع الاثنين مع بعض هيديني دلتا اتش 3 اللي احنا بنقول عليها بتبقى طارده خلاص، او مصه حسب الحوار اللي هنقوله دلوقتي خلاص. يبقى دلوقتي هنا عندي لو دخلت جزيئات المذاب هنا تمام، بقت اسمها دلتا اتش. عايز تقول ايه يا مستر؟ والله لو دلتا اتش 3 اكبر في القيمه من مجموع الاثنين دلتا اتش 1 ودلتا اتش 2 خلاص، يبقى ده طارد للحراره وشرطه سالب. لو العكس، لو الدلتا اتش 3 اقل من مجموع الاثنين دلتا اتش 1 ودلتا اتش 2 ودلتا اتش 2 هيبقى مص للحراره واشارته موجبه. الكلام ده مهم يا جماعه. طب تعالوا بقى نشوف حراره التخفيف. في ابعاد وفي ارتباط، ابعاد الجزيئات عن بعضها او الايونات عن بعضها، وتاني حاجه ارتباط الايونات مع بعضها خلاص. يبقى ارتباط الايونات بالماء خلاص. الابعاد دايما بيبقى موجب ممتصه، الارتباط دايما بيبقى سالب. المهم حراره التخفيف بيكتب له كونك، بيعمل لي كونك يعني مركز الى ضايل يبقى مخفف، اعرف ان دي حراره التخفيف. طبعا معلومات عن التفاعلات الطارده والمصه بالمره، تفاعلات فيه طارده للحراره ومصه زي المنحنيين دول بالظبط، طارده ومصه. طارده للحراره بتبقى الاشاره سالبه، هنا الاشاره موجب، هنا اتش 1 اكبر من اتش 2، هنا هوت العكس، بس بثبت الاتش زي ما هي، اتش 1 اقل من اتش 2 اللي هي النواتج. مهم جدا، قلنا الدلتا اتش بتاعتها سالبه، اوعى تنسهم الدلتا اتش هنا موجب، دلتا اتش هنا موجب تمام. مهم الكلام جدا 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 اللي مكتوب ده خلاص. بنبدا نتكلم عن المركبات الاكثر ثباتا، والاقل ثباتا، يبقى نتكلم عن المركبات الاكثر ثباتا والمركبات الاقل ثباتا. هو في فرق ما بين الاثنين طبعا، دي بتبقى طاردة الحرارة، بتبقى في صعوبة في انحلالها، ده هي بتبقى ماصة الحرارة، في تنحل بسهولة، مهم جدا المقارنة دي يا جماعة. طبعا أنا عندي كيو بي هتساوي موجب، لأن عكس دي هنا، وكيو بي هنا هتبقى سالب خلاص.
هنا ال H1 أكبر من ال H2، هنا ال H1 أقل من H2. تعالوا بقى حرارة الاحتراق وحرارة التكوين. حرارة الاحتراق القياسية وحرارة التكوين. أول ما نتكلم عن حرارة الاحتراق هنقول حتة مهمة جدا جدا جدا. أولا دلتا اتش سي، وبنعمل دايرة صغيرة كده عن القياسية. لو ضربنا مثال احتراق الميثان، مركب عضوي في جو من الأكسجين، طبعا المعادلات دي هنشتغل فيها شغل حلو في الحلقة الجاية بإذن الله، بيديني ثاني أكسيد الكربون زائد مية، تمام. دلتا اتش اللي بتطلع بتبقى دايما سالبة، يعني حرارة الاحتراق دائما طاردة للحرارة، تمام. طيب بالنسبة لحرارة التكوين بنقول تكوين من عناصره، احنا اتفقنا هنا بتبقى دايما طاردة، هنا بتبقى تكون من عناصره الأولية، قد تكون طاردة للحرارة وقد تكون ماصة. طاردة اللي هي سالب، ماصة اللي هي اشارتها موجبة. والقانون العام عندي دلتا اتش فورميشن، دلتا اتش اف سمول، خلاص، ودايرة فوق كده يعني قياسية، هتساوي اتش برودكت دي اف يا جماعة اهي، هتديني بنقول بصفة عامة اتش برودكت ناقص اتش رياكتنس. مهمة قوي قوي الجزئية ده هي. طيب في معلومتين مهمين جدا جدا جدا، حرارة احتراق اللي هي دلتا اتش سي للكربون، اشوف مكونات ثاني اكسيد الكربون، هتساوي حرارة تكوين خلاص ثاني اكسيد الكربون اللي هي دلتا اتش اف سمول زيرو. مهم اول القاعدة ديت، فيها مسائل كتير. طيب تعالوا بقى كده تاني، حرارة احتراق الهيدروجين بيساوي حرارة تكوين المية، تكوين الماء اللي هي بنعتبر الهيدروجين جزء من المية، خلاص. يبقى انا عندي هنا دلتا اتش اف سمول زيرو للمية بتساوي دلتا اتش سي بالنسبة لمين؟ للهيدروجين. الكلام ده مهم جدا يا جماعة، حرارة الاحتراق القياسي. طبعا عندنا جزء مهم جدا برضو، قانون هيس، خاصة أزهر قانون هيس، طبعا ده خاص بحرارة التفاعل. بيقول لي حرارة التفاعل مقدار ثابت سواء تمت على خطوة واحدة أو أكثر. ده اسمه قانون هس. قانون هس ده مهم جدا جدا في أسباب استخدامه. إيه هي أسباب استخدامه؟ دي ممكن تيجي أزهر، وساعات برضو ممكن تيجي كاستفسار في بعض الأسئلة. إيه أسباب استخدامه؟ نمرة واحد، اختلاط المواد ببعضها، اختلاط المواد ببعضها. نمرة اتنين، البطء الشديد في بعض المركبات لتعاملها مع الأكسجين، البطء الشديد زي صدأ الحديد، خلاص. في خطورة قياس حرارة التفاعلات، برضو صعوبة الحصول على أول أكسيد الكربون من احتراق الكربون، لذلك بنعملها رياضيا وليس أو حسابيا بمعنى أصح. يعني أول أكسيد الكربون عشان أجيبه، طبعا احتراق كربون، لو عملت احتراق في جزيء أكسجين أطلع لي ثاني أكسيد كربون، هل أنا ممكن أحصل على ذرة أكسجين؟ لا، دي طبعا ما تحصلش إلا في البرق والرعد، خلاص، اثناء الشتاء. ولذلك حتى اللي بينفصلوا عن بعض بيتحدوا مع جزيء ميه
تاني جزيء اكسجين تاني عشان يكون الايه الاوزون. يبقى عشان اجيب اول اكسيد الكربون ما ينفعش ايه كيميائيا تجارب يعني، ولكن ايه رياضيا بتتم في مرحلتين او خطوتين، بيدي لي دايما معادله فيها كربون زائد ثاني اكسيد الكربون، بيديني ثاني اكسيد الكربون دلتا اتش لها رقم، لها رقم، وبيدي لي احتراق اول اكسيد الكربون اللي اتحضر مثلا في زائد نص ايه O2 بيديني ثاني اكسيد الكربون. من المعادلتين دول بنطرحهم من بعض زي ما اشرحها لكم في المسائل ان شاء الله، هتديني المعادلة الأساسية اللي المفروض أنا أكون. ده خلاصة قول في قانون هيس إن هي بتتم في أكتر من مرحلة، وسواء كده ولا كده النتيجة واحدة وهي الحصول على أول أكسيد الكربون مثلا. طبعا في مسائل كتير في قانون هيس. ده كان موجز هام جدا لمكونات الباب الرابع في الكيمياء. بقدر الإمكان حاولنا نجيب مش المهم معظم الحاجات اللي المطلوب نعرفها معلومة من كل جزئية. طبعا هيبقى في حصة مسائل قريبة انتظرونا ان شاء الله، بس انا زعلان منكم طبعا عشان المشاهدات مفيش حد بيبص كويس، كل واحد بيبص بصة ويقلب ويجري. طبعا ده حاجة برضو مش كويسة، نحاول بقدر الامكان نثبت القناة بتاعتنا، نظبط نفسنا مع مستر مصطفى رجب، نضغط على الجرس، نختار الكل، اللي ما اشتركش معنا يشترك، نعرف زمايلنا، نعمل مشاركات مع زمايلنا ولايكات عشان القناة يعني تتعرف كويس على اليوتيوب. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.